امتى بقى اكتشفت انك لازم دلوقتي حالا تروح تعمل اختبارات عشان تبقى لعيب كوره؟ هو مش انا اللي اكتشفته، وانا اللي اكتشفني استاذ في انا اصلا خريج ازهر وكده، فاكتشفني المدرس بتاعي وقال لي لوالدي ان انا لازم اروح نادي. كنت انا لسه ساعتها في اولى ابتدائي يعني 6 سنين. فطبعا رحت كفر الشيخ ساعتها. انا من مسير محافظه كفر الشيخ، رحت كفر الشيخ طبعا لعبت هناك لحد 15 سنه. وبعدين الاهلي اشتراني بقى من كفر الشيخ وكده. حد كان في عيلتك اصلا بيلعب كوره ولا ده كان موضوع جديد جدا عليك؟ في عمي. عمي كان بيلعب كوره بس بيلعب لعب درجه تانية، لعب منصوره وكفر الشيخ ومحله كده يعني. بس انما احنا كنت انا وابن عمي طالعين مع بعض، هو كان حارس مرمى وانا كنت بلعب وكده، فطلعنا مع بعض وانا كملت، هو طبعا بطل وكده يعني مؤخرا. طب احكي لي كواليس انضمامك لنادي الاهلي، ناشئين نادي الاهلي. الكواليس، انا كنت بلعب وانا 15 سنه لعبت درجه اولى في كفر الشيخ. عرفت زي ان في اختبارات مش اختبارات، انا رحت طبعا رحت اكاديميه يعني اكاديميه النادي نفسها، براعم بقى الناس الصغيره 6 سنين وكده. بدات اتدرج في النادي لحد ما بقيت في فريق القطاعات، ومن القطاعات بقى بدات اتصعدت من وانا 15 سنه لعبت درجه اولى. فالدرجه الاولى ده انا ممتاز به في مصر عندنا هنا. فالاهلي طبعا شافني، طبعا كان في الاهلي والزمالك وانبي ومقاولين. فطبعا اخترت الاهلي وكده، وجيت الاهلي وانا 15 سنه. ساعتها كنت بلعب منتخب مصر الناشئين وكده يعني. جيت بقى هنا النادي الاهلي وكده، اتصعدت مع مستر مانويل فتره ونزلت وطلعت تاني مع كابتن حسام البدري، ونزلت تاني وطلعت مع كابتن يوسف، قعدت فتره طويله جدا. وبعدين بقى مشيت بقى وانا عندي 20 سنه. فاكر حاجه مش هتنساها الفتره دي؟ اللي انا مش هنساها الفتره دي ان انا عاصرت الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي. مين بقى؟ كابتن محمد ابو تريكه، وكابتن عماد متعب، وكابتن وائل جمعه، وكابتن حسام غالي، وكابتن محمد نجيب، كبادن كبيره طبعا وكتير جدا، وكابتن حسام عاشور، وليد سليمان، ناس كتير جدا كبادن طبعا بدون ذكر اسماء يعني. كابتن سيد معوض، كابتن احمد فتحي، ناس كتير مش عايز انسى حد وكده. بس طبعا الجيل ده طبعا اتعلمنا منه حاجات كتير جدا، الاصرار والعزيمه والروح بتاع النادي الاهلي وروح المكسب في الدقيقه الاخيره، حاجات كتير جدا اتعلمتها في الفتره دي. وطلعت من النادي وانا متربي على الحاجات دي، فبقيت ان انا مثلا اخسر ماتش او كده بيبقى عندي مشكله. ممكن ما اعرفش انام، ببقى حاسس ان انا متضايق، مودي بيتغير تماما، المكسب والخساره وكده يعني. فدي كانت اهم ميزه اتعلمتها في النادي هنا. مين من